شفت ياسمينة وهي بتنزل ومسكتها، وكنت عايز البيبي لما بينزل، وقعدت اغسلها واغسل لها مناخيرها وبقها وحاجات كده، وقعدت اتم مشاعرك لها. وقتها كانت ما مش قادر اقول لك ان انا في اوقات معينه ما بعرفش انا بحس بايه. يعني انا مش بعرف، مش عارف انا، يعني انا لما مسكت علي اول ما اتولد حسيت قد ايه بابا بيحبني مثلا. يعني حسيت قد ايه ايه ده، انا كنت قد كده وبابا كان شايلني كده، وانا وكان بيحبني زي ما انا بحب الواد ده دلوقتي. دي حاجه جامده قوي. ياسمينه بحس انها علمتني موضوع حب جديد، يعني طريقه حب جديد في انواع الحب. يعني مش حبي لمامتي، ولا حبي لمراتي، ولا حبي لحبيبتي مثلا حبيتها في اي يوم، ولا حبي لاختي، هو حب مختلف تماما. حتى البوسه ليها طعم تاني خالص، اللي هي يعني الواحد مثلا ممكن يقعد مراته وهيزهق، ممكن هيبوس مامته بوستين وخلاص، انما ممكن يقعد يبوس في ياسمينه ساعتين ثلاثه وعايش تاني، وهي بتزهق بقى، بس يا بابي بقى والنبي تاني اللي هو طب يعني. فدي بالنسبه لي كانت ليله، برضو ليله قويه جدا، ان ياسمينه كانت ولاده طبيعيه ونزلت مبعجره خالص، بس هي كانت في عينيا احلى بيبي في الدنيا. يعني بعديها بثلاث ايام ابتدى شكلها يتظبط وكده، وابتدى الموضوع يتظبط. انا عملت لها ياسمين، عملت لها اغنيه على طول، اغنيه ياسمينه هانم. ياسمينه هانم، طب ما تسمعها لنا. ياسمينه هانم بنوته، اموره حلوه وكتكوته، ياسمينه هانم بنوته، اموره حلوه وقطقوطه، ياسمينه يا ام انها ما سابتش للي في سنها من الجمال ولا فتفوتة ولا فتفوتة. الله. طب وعلي ما غنتلوش؟ طبعا علي افندي. علي افندي غنيت له ايه؟ علي افندي غنينا له اغنيه قويه برضه، لذيذ قوي، اول ما اتولد. ايه رايك بقى تقول علي علي افندي اهو جه علي افندي، استنيت وشرف عندي، علي علي افندي ترارارارا، اهو جه علي افندي، استنيت وشرف عندي، زي القمر الواد امور، شفت جماله وبقيت مبهور، واما يتم الست شهور هيكون زي بابا مشهور، واما يتم الست شهور هيكون زي بابا مشهور، واشهر من رامبو ومن غندي، علي علي افندي. وبقى مشهور اشهر من بابا. لا، في كوبليه اللي هو شوفوا يا ناس واصحوا قوموا، علي علي راجل من يومه، فوقوا يا ناس واصحوا قوموا، علي علي راجل من يومه، اول مره بقابل بيبي بيتولد ملو هدومه. فكانت الكوبليه لما اتغنى في اسبوع كان الناس